سالك حال شباب معكم شركة يا شركة كيف لكم فيديو جديد طيب شباب اخيرا تم حل لغز ماب نيوك تاون ببلاك اوبس 4 اللي ما يعرف كل مابات نيوك تاون من بلاك اوبس 1 لبلاك اوبس 4 دائما كل ماب نيوك تاون في لغز واللغز هذا بتحله لما تقطع روس كل المانيكان او التماثيل اللي موجوده بالماب ف اوبس 4 ليش تاخروا ليش تاخروا لهاللحظه وما حلوه قبل لانه ما فينك تفوت كوستوم جيم نيوك تاون ما فينك يعني الناس اللي شايفينهم هلا بالفيديو هذا شخص على اليوتيوب سوى جليتش وعن طريق هالجلتش قدر يدخل كوستوم جيم لانه شبه مستحيل لما تفوت جيم اونلاين مع ناس عشوائيين تتفقوا كلكم انكم تقطعوا رؤوس التماثيل بوقت جدا قصير فلازم كوستوم جيم فراح خليكم مع الشيء اللي يصير بعد ما تحل اللغز البسيط وارجع لكم بعدها <applause> فمثل ما شايفين هذا هو حل لغز ماب في نيوك تاون ببلاك 1 لما نحل اللغز آه تشتغل عنا غنيه بالماب ببلاك اوبس 2 لما تقطع كل الروس او تحل لغز بيطلع لنا مثل جهاز اتاري فينا نلعب فيه العاب اكتيفيجن القديمه بلاك أوبس 3 كان شبيه بهاللغز زومبيز بس كان ما يتحركوا الا اذا انت ما كنت شايفهم اذا كنت شايفهم آه، راح يكونوا واقفين اذا لفيت ظهرك راح يلحقوك ففعليا ما فينك تشوفهم زومبي قاعدين يهجموا عليك ببلاك اوبس 4 هاي للمرة الاولى يلي بيكونوا زومبي زومبيز بدون اي تلميح بدون ما يوقفوا او شيء لا زومبي قاعدين يلاحقوك حتى حركة ايديهم وكل شيء نفس زومبيز بلاك اوبس 4 فهل بتظنوا هالكلام تلميح على نيوك تاون زومبي لانه مثل ما بتعرفوا في شخص انطرد من الشركه وسرب كتير اشياء والغاز وكلها طلعت صحيحه وقال هذاك الشخص انه راح يكون في ماب نيوك زومبي قادم قريبا مجاني قبل اي حزمه وكمان من الواضح انه له علاقه بشكل جدا جدا كبير بقصه الايثر فممكن نلعب النيوك تاون مع البنكر تحت النيوك تاون لانه بالبلاك اوت النيوك تاون موجود تحت بلاك اوت كمان في تلميحات جدا كبيره عن الزومبي نفس صوره ملك درايس اندراخ وغنيه ماب ترانزيت كلها موجوده بنيوك تاون بلاك اوت واصلا من اسبوع صار في ايفنت بالبلاك اوت ضافوا زومبيز لنيوك تاون بطول البلاك اوت واليوم او امس ضافوها بالاكس بوكس والبي سي ففعليا في زومبيز بنيوك تاون بالبلاك اوت وهلا هلغز بيورجيك زومبيز بنيوك تاون فاظن ايه راح نشوف النيوك تاون زومبيز قريبا وما راح تكون نفس نيوكتاون تاون اللي بنعرفها راح تكون فيها بنكر تحت الارض واماكن جديده متاكد الشركه ما راح يحطون نفس الماب مثل ما هو فاذا بدك تعرف تفاصيل اكثر عن نيوك تاون زومبي وكيف ممكن يكون شوف الفيديو اللي عملته من فتره عن التسريب تكلمت فيه بالتفاصيل عن كيف ممكن تكون نيوك تاون وشو علاقتها بالقصة الحين بالاوترو نهايه الفيديو راح تلاقي حاطط صوره للفيديو اضغط عليه وراح يحولك عليه مشان تعرف كل التفاصيل فاي يلا اتمنى لا تنسوا تعملوا فيديو بزر اللايك كنا بالكومنت ارائكم وبس كان معكم الشرقيه وباشركك كيشكم ديها ان شاء الله مع السلامه